هانتوما البنات هذه رانا حيدتها من العسل، كلها جات هكا، كلها هكا مجعبه، والداخل تاعها داخل العسل. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ما شاء الله كتاب، وغادي نقادو الشباكيه، واحد الشباكيه اللي كتجي خفيفه خفيفه بزاف كالريشه، كتجي شاربه العسل، كتجي مجعبه، كلها كتجي هكا، كلها تقريبا كتجي هكا. نتوما اللي هزيتها راه هكا كتجي زوينه بزاف، كتجي كلها كما كنقولوا حنا، كتجي كلها نبايل فنه، واحد الشباكيه زوينه. ان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم، غتكتبوها ليا في التعاليق. كما ديما البنات كيجربوا الوصفات، دابا نوريهم لكم ان شاء الله، كيصيفطوا ليا وتبارك الله كينجحوا لي الوصفات. راه كما قلت لكم انا راه ما كنحط شي حاجه الا ما كانتش مجربه معاوده ومعاوده. هانتوما كما قلت لكم راه كلهم تيجيو هكا، كتجي شاربه العسل داخل. بالنسبه للعسل البنات انا غنخلي لكم الرابط تاعو، اسهل عسل ممكن توجدوه، راه كتجي رائعه بكل ما في الكلمه من معنى، شي حاجه اللي زوينه. وانا ماشي كنبقى نشكر في حياتي، انا كتعجبني الحاجه كنبغي نوصلها لكم، غناكلها ما نكذبش عليكم، واخا كيطيب بالشباكيه بعدي منها غندوق وحيده ما فيها باس. ان شاء الله دابا تابعوا معنا المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. عندي هنا في طحين القياس ديال الفورص او الدقيق الابيض عندي كيلو، يكون خاص بالحلويات. غنعطيكم المقادير عاد ندوزو الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير عندي هنا واحد الكاس كبير ما بين زبده وزيت العود وزيت العاديه، اللي بغى يديروا كله زيت يديروا كله زيت ماشي مشكل، يدير نص زيت العود ونص زيت العاديه، اللي ما بغاش الزبده ما يديرهاش ما يديرهاش. عندي هنا كاس تاع الماء زهر، عندي هنا نص كاس ديال الخل، اي خل ابيض ولا الخل الصفر اللي عندكم، ما ديروش غير ديال الحامض. عندي هنا واحد المعلقه كبيره اولا جوج معالق صغار ديال النافع، عندي هنا هذا غادي نرش به، عندي هنا معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي هنا زنجلان، كاس ديال الزنجلان مطحون بالعبار كاس العنبه، هادو راهم عبار كاس العنبه. صافي غنقول لكم غير على حساب المزهر، انا راه خديت المزهر من بيم، نقول لكم الماركه اللي خديت تغريه بالحفله، انا نوريكم المزهر اللي خديت ما تاخذوش بحالو. المهم هذا صدق خايب، هذا توا بالعامري ياك الحقيقي، انا خديت زعما ما عرفت واش قديم ولا شنو، فيه ريحه القادوس حشاكم، شتو دوك الرو ملي كنكونوا بعد ما كيكون ريحه القادوس خانز ما قدرتش نشمو، يتشمو الحاجه قبل ما تخدموا بها. عاد جبت هذا ضال العامري، تا هو بحال بحالنا راه نفس الشركه، غير هذاك خانز قديم ولا ما نعرف المهم التاريخ ما كاينش. هذا خدم هذا مزيان، هذا صدق لي، هذا صدق لي مزيان، درت كاس العنبه. المهم شموه انا من هادشي كامل، غير شموه قبل ما تخويو، صدقوا خارجين على المقادير كلها. غادي ندير داك كاس الزنجلان هو الاول، يكون مطحون مزيان البنات باش ما يقطعش ليكم العجينه. شويه الملحه ضروريه، شحال الملحه. غادي ناخذ شويه الخرقوم وغنزيدو في المزهر على حسب باش يعطينا اللون، ممكن الخرقوم ديال الدار خرقوم بلدي احسن ما نديرو داك الاخر، ومن الاحسن بلا ما ديروا الضامه، الا غديروا ضامه ذوبوها في الماء مزيان عاد خدموا بها، المهم تفاداو اي حاجه تقطع لكم العجينه، حيت لا تقطعات لكم العجينه غادي غير تعصبكم. واحد الزنجلان فنه، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، اللي ما بغاش القرفه ما يديرهاش اولا يدير غير شويه، ومن القرفه كتجيب الشباكيه من السما زوينه. هاد النواشف هادو هما النواشف اللي عندنا، انا غادي نخلطهم هكا. هاد الشباكيه راه كانت كتخدم عندنا في المخبازه ديال التلوز، التلوز كيدير فيها كاس صافي، زعما راه ماشي نسمعوا اللوز نصحابوا راه الشباكيه كلها لوز، راه غير كاس ديال اللوز اللي كيدير، وهادي كدار غير هكا، راه الزنجلان ما بغيتوش ما ديروش. راه كانت كدير كانت كدير عندنا واحد الحلاويه كانت كديرها غير بلا زنجلان، والله كتجي فنه ما تشبعوش منها. غادي ناخذ داك الخل، ناخذ هاد الماء الصهر نخلط مزيان، خاصني الماء نكمل العجينه بالماء من الروبيني، اصلا حنا عندنا شويه الحال دابا سخون ما غاديش ندير الخميره، اللي بغى يدير الخميره وكان ضروري يدير غير واحد شويه، راه اللي بغى يقادها دابا وفي الليل يقادها اليوم ويصوبها ويشبكها والصباح يقليها راه كتجي مخيره. ها هو داك الكويس، بسم الله. صافي دابا غادي نعجنها، ولا خاصني الماء غادي نزيد الماء.
اللي ما فيه ما يدلك كيديرها في العجانه. انا غندير لها الحكاكه حتى هي كتسهل. وسامحوا لي تعطلت عليكم على الشباكيه، ما كنتش غنديرها وحق الله كنت غنشري غير كيلو من الزنقه، ما نكذبش عليكم. شويه الايامات كانت شويه عيانه، ولكن ملي البنات بغاوها ما بغيتش نخسر، ما بغيتش نرضى في وجههم. هاد العام راه ما صايبش، هذاك العام درت السنطار درت وشنيخه، هاد العام راه ما صايبت والو. هذوك البريوات راه سالاوهم، الله يرزقها الصحه والسلامه وصافي. المراه العين اللي كتاكلها ملي كتحط الفطور، الواحد كيكتفي غير ديك التميره وحليبه وصافي. زيدوا الماء بالقياس، راه شتو ما كنزيدش بزاف حيت الا طلقتها غتعذبني، جات الشباكيه مطلقه راه كتجي خايبه. صافي انا غنعجنها ونبقى نزيد الماء بشويه بشويه. ما عطيتكمش قياس الماء حيت الدقيق كيختلف ما بين واحد وواحد، كل مره كنزيد غير شويه مرابين. صافي انا غادي نجمع هاد الشباكيه البنات، نجمع هاد العجينه ونرجع معاكم ان شاء الله. صافي دابا غادي نجيب هاد الحكاكه هادي وغادي نبدا. هادي غتسهل علينا شويه الدليك، الناس اللي ما فيهم يدلكوا، وكتجي كتجي في الشباكيه مزيانه وما تخليوهاش مطلوقه، راه الا جات مطلوقه كتجي قاصحه الشباكيه. وقد ما عجناها وكانت العجينه هي هذيك، كتجي الشباكيه هشيشه وزوينه ومجعبه. غنحكها كامله ونرجع معاكم ان شاء الله. صافي تقريبا راني حكيت كلشي، راه كيفاش كتجي مدلوكه. دابا فاش كنبقاو نحكو كتبقى تبرم، داك البروميه اللي كتبقى تبرم كتدلك فيها. صافي دابا غادي نجمعها عادي وغادي نقسمها كويرات ونديرهم في بلاستيكه. شتو العجينه راها قاصحه، راه ما مخوفاش باش ما تعذبناش نيت حنا. صافي كل واحده غنديرها في بلاستيكه ونخليها ترتاح واحد شويه وندوزو ان شاء الله نخدموها. صافي دابا غادي نبدا باللولة، ظهروا لي من البلاستيكه باش نضربهاش البرد. بسم الله انا عندي الماكينه ما نخدمش بها حيت ماشي كلشي البنات عندهم الماكينه. غندير معكم غنمدلك صافي. هاتي الدراري كيعاوتو في الزنقه ضروني في راسي، ما مولفاش ليا ولكن صافي اليوم ضروني كيلعبوا في الشانطي والشانطي كيدوزو. واش غنقول لكم ما ترشوا لا طحين لا والو، انا ما نرش طحين حيت العجينه ما كتلصق ما والو. تولي عندي هكا صافي، غنديرها في البلاستيكه كلهم غندير لهم هكا. وثاني غنبدا من الاولى اللي خدمت باش تجيني ساهله هكا في الخدمه. ثاني غنطلق هذه ونديرها مربعه. صافي انا غنكملها ونرجع معكم ان شاء الله باش نبداو نشكلو الشباكيه ديالنا. صافي خديت دوك المربعات بديت كنطلقهم هكا طوال، كنطلق واحده ونقسمها على جوج حيت عندي البوطاجي ما فيهش العرض بزاف. ومن غادي نطلق هذه، انا راه شي حاجه غتشوفوها غنديرها غليظه، ماشي غليظه بزاف، شي حاجه غتكون غليظه وشي حاجه تكون رقيقه. عندي هنا شي كياكل شي كيبغي الشباكيه رقيقه، شي بغيها تكون شي شويه غليظه، ولكن القليان هو اللي تيحكم. قليوها على عافيه مهيله باش طيب مزيان. ومن غندير لها التشبيكه العاديه، دابا تبارك الله اليوتيوب راه عامر بانواع ديال التشبيكات، ولكن انا كتبقى تعجبني ديك التشبيكه العاديه اللي كنا نشبكو من الاول هي اللي غندير ان شاء الله. كاينه التشبيكه ديال الكاس، التشبيكه ديال البراد، والعام الجاي نشوفو شنو نشوفو تاني. هي راه تبارك الله كيجتهد وكيخرج التشبيكات زوينين، شفتو شحال رقيقه الرخامه كتبان من التحت. غادي نزيد نرققها مازال، غادي ناخذ هذيك الجراره نضرب لها الجنيبات ديالها باش نقادها. مفهمتش انا الجراره والله الا شاريها جديده، نجبد واحد الجراره اخرى. هي ناس كضربي ملي كتجي تشوفي كتلقايها ما ضربات والو. غادي نحسب واحد جوج ثلاثه اربعه زوين. غادي ناخذ واحد ورخي واحد، ناخذ واحد ورخي واحد.
كيوليو عندي هنا ثلاثه والتحت جوج. هام قرص هادو ونجيب هادي فوق هادي ونجيب هادي فوق هادي وفي الاخر هادي غتجمعهم. ملي غنلقى هادي شويه غليظه نوريكم لي درت غليظه. ها هي شتو كاين اللي كيبغي عندي هاد الشباكيه وكاين اللي كيبغي عندي رقيقه. المهم انا كنديرهم بجوج. هما ناخذ وحده نخي وحده ناخذ وحده ونخي وحده. هادي جات رقيقه هادي خلاص هادو هادي ونجيب هادي اللي كتبقى هنا هي اللي غنجمع بها هادو صافي وندير لها هكا صافي كتقاد كتجي زوينه. جاتني طويله نجيب موس من الاحسن. جاتني طويله نقطع لها هاد الشنيبات بحال هكا نطبق هادي ورجع معاها تلقوها رقيقه صافي. البنات انا كملت تقريبا التشباك. المهم ها انتم كما كتشوفوا شي حاجه رقيقه وشي حاجه خليتها غليظه كما قلت لكم غنقسم وشي حاجه كما كتشوفوا صغرتها. صراحه الصغيورين كيجيو فنين كيجيو حلوين ولكن تيمحنوا شويه. ما كملتش كلشي شاط ليا وقت تقريبا شي ربعه ديال العجينه حيت دابا تقريبا الليل وغدا غدا في الصباح دايره مع صاحبتي غنخرج انا وياها وداكشي باش بغيتها كنسالي شويه بكري باش نتكى شويه بكري. المهم تنخليها في الثلاجه وغدا نكملها ان شاء الله. بالنسبه للعسل راني صايبته كما كتشوفوا ها صايبته البارح في الليل وفي الصباح لقيتو بخي خفيف وزدتو 10 دقائق صافي هانتوما كتشوفوا. درت الزيت كتسخن عندها نقلي دابا. هيا البنات الزيت جربتها بداك شويه العجينه لقيتها صافي سخنات غنبدا نقلي دابا ممسحتش البوطه حتى عادي تطلع ليا تنسيي دابا عاد نغسلها ان شاء الله كامله. بالنسبه للرقاقات بسم الله بالنسبه للرقاقات نقليهم كلهم نقليو الرقاقات في دقه واحده وغلاظات في دقه واحده باش ما نديروش الرقيق مع الغليظ يطيب الرقيق يبقى الغليظ. البوطه انا غادي نقصها مازال بزاف بغيتهم يطيبوا على خاطرهم صافي. تقلى تاخذ واحد اللويين لتحت ماشي نخليوها تحمر غادي تاخذ من اللويين في العسل غير تطيب ونقلبوها صافي. البنات هي من بعد ما طابت على هاد الشيء وعلى هاد الشيء قلبتها هادشي شيشه بزاف راه بدات كتهرس ليا كاع جات فنه 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 جات زوينه بزاف المذاق زوين بزاف ها نتوما كتشوف مع داك الخل اللي فيها. بالنسبه هكا اللي بغى يدير الخل ينقص ينقص يدير غير ربع كاس انا درت نص كاس حيت الخل كيجي به شيشه ومقرمله في نفس الوقت. غادي نخليها هنا في وسط العسل واحد شويه انا ما بغي نحيد القليه الاخرى لما كنقص البوطه بزاف يعني القليه كتعطل. ها هي عرفتي كتجي لداخل ديالها شوفوا كي جات زوينه. المهم انا غادي نكمل ونرجع معكم. شتو البنات كيفاش كنقلا كنقلا على عافيه مهيله ولا لاحظتوا الشباكيه كلها دارت نبيلات وتنفخات وما نقولش لكم خفيفه كالريشه وحق الله الا كتاكلوها خفيفه بزاف يعني الشباكيه ما نقولش لكم زوينه ما تقيلاش ما معجناش وشاربه العسل والاهم خليوها طيب على خطرها. انا الطير كندير فيه اكثر من ساعه ولكن كنطيبها بشويه. هانتوما البنات هذه رانا حيدتها من العسل كلها جات هكا كلها هكا مجعبه والداخل تاعها داخل العسل شفتوا هانتوما داك الخل كيعطيها واحد الخفه زوينه هو اللي كيعطي الخفه للكيك ولا لهاد للشباكيه. اللي ما بغاش هكا تجي منبله بزاف يدير غير ربع كاس ديال الخل صافي. كما كتشوفوا حبيباتي ساليت الشباكيه شوفوا العسل فين داع بقى ما جمعتوش حيت باقي العسل بقى داير الشباكيه هنا كما كتشوفوا وبقى الشباكيه هنا وهاد الطبسيل اللي عمرت كتخرج بركه وشاط ليا تقريبا شي ربعه ديال العجينه تقريبا اللي باقي عندي. هنا غتكون النهايه ديال الوصفه ديالنا وإلا عجبتكم اكيد بارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده عليهم وعليا. خليت لكم الراحه في امان الله. السلام عليك يا رسول الله.